السنة دي في رمضان تم عرض مسلسل بميت وش، واللي نال إعجاب ناس كتير. في اللي عجبه قصة الحب الفظيعة اللي بين آسر ياسين ونيلي كريم، وفي اللي كان بيتمنى يبقى مع العصابة أو يعمل زيهم. والموضوع ده شغل دماغي قوي، ليه ممكن واحد يوصل بيه المرحلة دي إنه يستحل الإجرام؟ وقعدت أفكر وأدور وأفكر وأدور إلى أن وصلت إلى الحقيقة. في عام 1897 توصل الدكتور تشيزاري لومبروزو إلى نظرية في غاية الأهمية، وهي نظرية الرجل المجرم، واللي بتدرس تفسير السلوك الإجرامي من الناحية البيولوجية. وقال لومبروزو إن المجرم هو نوع معين من البشر بيتسم بصفات عضوية معينة. وقام لومبروزو بفحص 383 جمجمة لمجرمين ميتين، وحوالي 5907 من المجرمين على قيد الحياة. والفحص ده خلى لومبروزو قال جملة في منتهى الغرابة، هو ان المجرم انسان شاذ التكوين. وده لان بعد الفحص لقى لومبروزو ان المجرم فيه صفات في التكوين العضوي مختلفة عن الانسان العادي، زي مثلا ضيق في الجبهة، ضخامة في الفكين، وحاجات تانية كتير هسيبها لكم تحت في الفيديو. قسم لومبروزو المجرمين لأنواع، فمنهم مثلا المجرم بالميلاد، وده مجرم بالفطرة والإجرام بيجري في دمه. تاني نوع هو المجرم السايكوباتي اللي عنده اضطراب سلوكي نتيجة لضعف القوة المناعة اللي هتخليه ما ينفذش الجريمة. المجرم الثالث هو المجرم المصاب بالصرع، المجنون يعني. أما المجرم اللي بعد كده هو المجرم بالعاطفة، وإن بيبقى سبب إجرامه أسباب عاطفية كالغيرة وجريمة الشرف. آخر حاجة أو آخر نوع من أنواع المجرمين اللي صنفهم لومبروزو هو المجرم بالصدفة، وده بسبب عامل خارجي استثنائي أدى لحدوث الجريمة. واحد كده هيقول لي بس لو بصينا للمسلسل فما فيش المواصفات اللي قالها الراجل ده، وإن واحد زي آسر ياسين أو نيلي كريم ما عندهمش أي تغيرات عضوية، وده معناه إن الكلام اللي قاله لومبروزو مش صحيح. برافو عزيزي المشاهد، كلامك ده صحيح، وكلامك ده نفس الكلام اللي قاله العالم الإنجليزي جورنج لما انتقد نظرية لومبروزو وشرح أكتر من 3000 جمجمة، وأثبت إنه مش شرط إن المجرم يختلف في التكوين العضوي، وإن ممكن يبقى إنسان طبيعي خالص. وجه بعده أستاذ الأنثروبولوجي بجامعة هارفارد العالم الأمريكي أرنست ألبر هوتون، وهوتون اتفق مع لومبروزو في نظرية التكوين العضوي، وقال إن ممكن الجريمة تبقى بالوراثة، وإن المجرم هو وارث الإجرام عن أجداده، وإن التكوين العضوي مختلف باختلاف الجريمة، يعني تكوين العضوي عند الحرامي غير القاتل وهكذا. كل ده وبرضو العلماء لم يتوصلوا للحقيقة. اللي يوصل الناس اللي في أبطال المسلسل انهم يعملوا كده؟ وفضلت في الحيرة دي عزيزي المشاهد الى ان جاءت نظريتين من اهم النظريات. الاولى لأستاذ علم طبائع المجرم بجامعة روما والعالم ديتوليو. ديتوليو قال في النظرية بتاعته ان كل انسان بيحمل جواه جانب الخير وجانب الشر، وهو برضه اللي بيصنع التوازن بين دوافع الاجرام وموانعه. وفسر ديتوليو ان الاجرام هو خلل في شخصية الفرد، فلو كان الخلل ده ثابت يعني من جوه الانسان، فيبقى العوامل الداخلية هي السبب في انها خليته يبقى مجرم، وان احنا كده بصدد مجرم خطر. ولو كان عرضا يعني سبب معين، يبقى سبب التأثير هي العوامل الخارجية، ونبقى كده احنا بصدد مجرم بالصدفة زي ما قال لومبروزو. برضو انا مش فاهم، يعني كده العصابة بتاع بميت وش مجرمين خطرين ولا بالصدفة؟ مش هقولك عزيزي المشاهد، راجع انت بقى المسلسل واعرف، انا اديتك المفتاح. اما النظرية التانية هي نظرية الطبيب الالماني زيغيزمونج لوموفغويد. فرويد كان أول من أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث، وفسر فرويد الإجرام على إنه فعل تم نتيجة حرب وصراع بين ثلاثة من الأسس النفسية للفرد، وهي الايدنتيتي اللي هي الذات، والإيجو والسوبر إيجو،
وعرفهم فرويد ان الايدنتيتي اللي هي الذات هي مستودع الشهوات، والايجو اللي هو الانا هو وظيفته ترويض الايدنتيتي، اما السوبر ايجو هو الضمير اللي هو مصدر الهام الايجو. وببساطة قال فرويد ان الاجرام نتج عن عكس من الايجو في انها تحقق التوفيق بين الايدنتيتي اللي هي الذات والسوبر ايجو اللي هو الضمير، وان صرامة السوبر ايجو وعنفه في انه يحقق الموصل العليا نتج عنها كبت انفجرت من خلال الايدنتيتي. الخلاصة ان ابطال المسلسل كانوا مجرمين بالصدفة بسبب عوامل خارجية، زي انهم عايزين يعيشوا مستوى راقي او انهم يرجعوا لحياة البشوات، وفجأة اتحول المجرم بالصدفة الى مجرم بالميلاد زي ما قال لمبروزو انه عتيد الاجرام وجريمة بتجري في دمه. وده بسبب زي ما قال فرويد هو عجز الايجو من كبح جماح الايدنتيتي، فكل انسان في جانب الخير وجانب الشر، وعلى حسب بقى ما تدرب نفسك. شكرا.